بنجدد لحضراتكم تحية من جديد مشاهدينا الكرام، ودلوقتي معادنا مع صاحبة الجلالة واستعراض لأهم العناوين والمنشطات في الصحف المحلية الصادرة لهذا الصباح. الحقيقة طبعا النهاردة كل المنشطات وكل الصحف وكل المصريين بالأمس طبعا تابعوا يمكن القاعدة، أكبر قاعدة في منطقة البحر الأحمر اللي بتأمن طبعا كل الأهداف الاستراتيجية الخاصة بينا، تم افتتاحها بالأمس طبعا في حضور عدد من الدول الصديقة، ممثلين عن الدول الصديقة والشقيقة يعني، كان على رأسهم الشيخ محمد بن زايد اللي كان موجود امبارح، ونائب وزير الدفاع السعودي، وكمان ضيوف وسفراء كانوا موجودين امبارح. الحقيقة كل منشطات الصحف تحدث عن هذا الموضوع، مش أعتقد بس الصحف المصرية، لا كمان كل الصحف العربية والعالمية أكيد هتتكلم عن قاعدة برنيس العسكرية الجديدة. في الحقيقة القاعدة هي أكبر قاعدة عسكرية زي ما قالت صحيفة الأهرام، أكبر قاعدة عسكرية بمنطقة البحر الأحمر، والرئيس بيشيد بالأداء المتميز للقوات المسلحة واستعدادها الدائم للقيام بواجباتها. للمزيد حقيقة من التفاصيل والمتابعة بينضم إلينا هاتفيا سيادة اللواء دكتور نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق والمستشار بأكاديمية نصر العسكرية. صباح الفل سيادة اللواء، ويعني في أي سياق تضع أهمية هذه القاعدة العسكرية في البحر الأحمر؟ صباح الخير عليكم وعلى مصر كلها وعلى كل الشعب العربي. قاعدة برنيس العسكرية، هذه القاعدة زي ما عرفنا على مساحة 150,000 فدان، متسعة جدا، بتسع طبعا فيها مطار عسكري، فيها مطار مدني، أيضا هناك قاعدة بحرية، وفي أيضا إن شاء الله هيضاف إليها رصيف مدني، يعني كل او بالنسبه للسفن النقل المدنيه وهكذا. هذه القاعده بهذا المكان دي ايضا او اساسا لتامين هذا الاتجاه او اتجاهين استراتيجيين في منتهى الاهميه، الاتجاه الشرقي اتجاه البحر الاحمر والاتجاه الجنوبي. وعايز اقول ان احنا هذا الاتجاه من البحر الاحمر بدأت فيه من بعد ما عملنا ترسيم الحدود مع السعودية البحث عن البترول، اللي كل شركات بتتسابق عن البحث عن الغاز والبترول في البحر الأحمر، ودي أهداف مهمة جدا محتاجة للتأمين ليها. بالإضافة إن البحر الأحمر كله يعتبر مجال حيوي لينا، حتى باب المندب محتاج منا تأمين كطريق مواصلات للسفن العالمية اللي بتعدي من قناة السويس. ما ننساش ان عندنا في هذا الاتجاه الجنوبي تحديدا عندنا مثلث الذهب اللي فيه احتياطي من الذهب قدروه بحوالي 20 مليار دولار. فاذا لدينا ثروات قومية محتاجة تأمين، لدينا اتجاهات استراتيجية محتاجة طيب. تأمين، وخاصة الاتجاه الجنوبي ايضا اتجاه تحديد طيب. وكم ممكن تلاقي منه الهجرة غير الشرعية أو الإرهابيين أو هكذا يعني. طيب سيادة اللواء نصر، طبعا يمكن احنا أنشأنا قاعدة نجيب قبلها بحوالي سنتين، والنهاردة بننشأ قاعدة برنيس، قاعدة نجيب على البحر المتوسط، بتأمن كل أهداف الاستراتيجية في هذه المنطقة، وقاعدة برنيس بتأمن كل أهداف الاستراتيجية في منطقة البحر الأحمر. احنا كده صنعنا زي ما بيقولوا الخطوط ما بين مصر من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب، احنا كل أهدافنا الاستراتيجية مؤمنة، واحنا كمان مش بنأمن مصر فقط، بنأمن أمننا القومي اللي بيمتد طبعا لحد دول الخليج ولحد ما يعبر السودان أيضا. عايزين نتكلم عن الربط سيادة اللواء ما بين قاعدة نجيب وقاعدة برنيس. طبعا أنا عندي الاتجاهات الاستراتيجية بتاعتي، الاتجاه الشمالي اللي هو اتجاه اللي فيه قاعدة محمد نجيب العسكرية، ودي الفرق بين الاثنين ان قاعدة محمد نجيب قاعدة نقول برية اصلا، بتضم قوات برية، لان اصلا الاسكندرية في عندنا ميناء الاسكندرية موجود، او قاعدة الاسكندرية البحرية موجودة بالقرب منها. فهذه القاعدة بكل اتجاه استراتيجي عندي في قاعدة عسكرية بتضم حجم القوات القادر على تأمين هذا الاتجاه كقوات عسكرية. فقاعدة محمد نجيب للاتجاه الاستراتيجي الشمالي، وعارفين احنا الاتجاه الاستراتيجي الشمالي بما فيه من اهداف استراتيجية او فيه من نقول ايضا حقول الغاز اللي ممتدة واهمها حقل زهر الموجود، وممتدة حتى السواحل الليبية. فده قاعدة نجيب الاتجاه الشمالي. اما قاعدة برنيس فهي الاتجاهين، الاتجاه الشرقي
والاتجاه الجنوبي، وعندنا ايضا الاتجاه الغربي. نعم. وده في هناك عندنا قوات التجميع القتالي بتاع المنطقه العسكريه الغربيه، وان شاء الله يعني عن قريب هنسمع عن قاعده ربما تكون افتتاحها قريب، وان كانت هي المكان اللي موجود في الاتجاه الاستراتيجي الغربي يعني نقول ايه متأمن جدا. متأمن جدا وفي حجم القوات القادر على تأمين هذا الاتجاه. بالظبط، اشكرك شكرا جزيلا على هذه المعلومات سياده اللواء دكتور نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الاسبق والمستشار باكاديميه نصر العسكريه العليا، شكرا جزيلا لحضرتك. بننتقل مع حضراتكم من جريدة الأهرام إلى المصر اليوم، وتحديدا من الصفحة الرابعة منها، وتدريب الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة على الرقمنة. ومدبولي يتابع توصيات تحسين مناخ الاستثمار وإصدار لائحة قانون الثروة المعدنية. معنا حقيقة للمزيد من التفاصيل والمتابعة الأستاذة ماريان جرجس الكاتبة الصحفية. أستاذة ماريان صباح الخير وأهلا بك معنا. حقيقة كان في مجموعة من التوصيات المختلفة خرج بها دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، تحدث عن ملفات وأمور عدة أبرزها تدريب الموظفين على الرقمنة وإعادة النظر من جديد في قانون الثروة المعدنية وغيرها من الملفات المختلفة. كيف تابعتي هذه الأمور أستاذة ماريان؟ صباح الخير يا فندم وعلى كل السادة المشاهدين. بالطبع طبعا هنتكلم عن الرقمنة وتدريب الموظفين واحنا في مستهل العام الجديد وعلى مقربة ان احنا ننتقل الى الحي الحكومي في العاصمة الادارية الجديدة. والحقيقة ان العاصمة الادارية الجديدة ليست مدينة ذكية فقط، ولكن من اصل 14 مدينة جديدة، ولكن هي فيها عقل مصر، وعقل مصر سيحتوي على كل قواعد البيانات الخاصة بالشعب المصري. والحقيقة انه تم استعراض ذلك في اجتماع السيد رئيس الوزراء دكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات، وايضا مستشار الاصلاح الاداري وبالتنسيق مع اداره نظم ومعلومات القوات المسلحه، وخرج بتوصيات كثيره جدا على راسها اهميه تدريب العامل البشري، لان ده شيء مهم جدا انه قبل نقل الموظفين الى العاصمه الاداريه الجديده يتم تدريب العامل البشري على الرقمنه. ولو هنبسط في عجاله ما معنى الرقمنه للساده المشاهدين، هي التمثيل الرقمي، عملية تمثيل الأجسام والصور والملفات أو الوثائق الحكومية إلى مجموعة منفصلة من النقاط، زي مثلا الباركود اللي كلنا بنشوفه لما بنروح نبتاع سلعة معينة. الحقيقة كمان أن ده من شأن الرقمنة أنها هتوسع نطاق الخدمات، مش هتؤدي إلى مزيد من المركزية، على العكس تماما، وهتخلي سهولة للوصول للمعلومات وهتزود من كفاءة العمل وهتقلل كتير جدا من الجهد البشري. تمام. طيب استاذه ماريان هنروح لخبر اخر من جريده الجمهوريه من الصفحه الثانيه، البيئه 77.9 مليون يورو من المانيا لتطوير منظومه المخلفات الصلبه، ودكتوره ياسمين فؤاد خطه مستدامه لاداره المخلفات. طبعا ده موضوع مهم جدا، اداره المخلفات الصلبه وكيفيه الاستفاده كمان منها بشتى الطرق الممكنه. بالضبط، هو فعلا ملف مهم جدا على طاولة الإدارة أو الدولة المصرية، لأن المخلفات مش ممكن يكون مكانها أبدا الشارع المصري، على العكس تماما إحنا دي كنز مفروض أن إحنا نستفاد منه. وكان في تنسيق مع الجانب الألماني لإدارة المخلفات الصلبة في أربع محافظات هما كفر الشيخ والغربية وقنا وأسيوط، وأيضا أكد الجانب الألماني على حرصه أنه التعاون على اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي مع مصر والصين، خاصة مع قرب رئاسة الصين لهذا الملف. الحقيقة أنه أيضا ممكن من النفايات أن نحصل بيسموها استرداد الطاقة، وهو الحصول على الوقود من النفايات. ايضا ان رئيس مجلس الوزراء فيه هناك برنامج قائم بالفعل، وهو البرنامج الثالث لمنظومه المخلفات 2019-2023 تحت عنوان الدعم المؤسسي المجتمعي. ويمكن ايضا المخلفات فيها جزء مهم جدا لابد ان ننتبه انه مرتبط ارتباط وثيق بالرعايه الصحيه وهي المخلفات الخطره، لانه المواطن اللي بينقب في المخلفات من الممكن ان هو يتعرض للأذى عن طريق ان هو ممكن يكون فيه مخلفات خطره او مخلفات حاده ممكن تعيد ثاني موضوع فيروس سي او الامراض اللي بتنتقل عن هذه الطريقه. طيب استاذه ماريان هننتقل مع حضرتك الى جريده الاخبار، ومن الصفحه السادسه منها، الاكاديميه الوطنيه تستقبل 95 متدربه في برنامج القياده للمراه الافريقيه. البرنامج بيستهدف 200 موظف من 27 دوله افريقيه.
الحقيقة الأكاديمية الوطنية للشباب هي فكرة نبيلة من سيد الرئيس نفذها، والحقيقة أنه حتى مع قرب رئاسة انتهاء رئاستنا للاتحاد الإفريقي، ولكن مصر لازالت سخية تجاه القارة الإفريقية. احنا عندنا عدة برامج، منها الـ APLP وهو تأهيل الشباب الإفريقي منذ أغسطس 2019، وعندنا الآن منذ سبتمبر 2019 الـ LAP وهو تأهيل التنفيذيين الأفارقة. ومن المستهدف أيضا بحلول 2020 أن احنا أو بحلول الانتهاء العام الجاري أن احنا يكون تم تدريب 11800 موظف، وده احنا بنحاول ايضا تجاه واجباتنا تجاه القارة ان احنا نحسن المناخ الاستثماري والمناخ الاداري في القارة الافريقية. نعم، بنشكرك شكرا جزيلا لهذه القارة الاستاذة مريان جرجس الكاتبة الصحفية، شكرا جزيلا لحضرتك. زي النهاردة 16 يناير ولكن 1934 ذكرى ميلاد الفنانة القديرة المتميزة كريمة مختار، هي الأم في الحقيقة هي دور الأم، طبعاً يعني بدور الأم بشكل رئيسي جدا. نبذة أو معلومات سريعة جدا عن الفنانة القديرة كريمة مختار، طبعا زي ما احنا عارفين ان هي تزوجت من الفنان والمخرج السينمائي نور الدمرداش اللي ساعدها بشكل كبير وقدمها ليه الوسط الفني للمرة الأولى من خلال فيلم تمن الحرية، وده كان سنة 1964، لتتولى بعدها الأعمال وانطلاق مشوارها وتميزها الفني. انت فاكرة طب المخرج السينمائي جوزها فاكريه؟ عارفة مين؟ ظهر في فيلم بتختبرني على الهواء. مش فاهمك على فكره. اللي ظهر فيلم صغير على الحب اللي كان اللي هو العطر ده بتاع العطر، لا لكن بتاع البوتاجاز اللي بيحب الاكل، فيلم صغير على الحب طبعا اللي كان بيحب الفنانه سعاد حسني وكان عايز يتجوزها طبعا نور الدمرداش طبعا فبرتي. يعني لا انا مش معروف قوي اصله، مش معروف. لا طبعا، لا هو طبعا حد يعني مهم ومخرج سينمائي متميز وليه اعمال حقيقه كتيره جدا لا تعد ولا تحصى، بس انت سالتني عن دور معين فالموضوع هنا كان اصله معروف جدا بالدور ده، كان صعب شويه او يعني ما كانش ذهني حاضر ان انا اقول لك الفيلم والمشهد. طب اتفضل يا عمرو. تميزت بتقديم طبعا ادوار الام الحنونه وبراعه وطيبه القلب وعفويه الكلام، واتقنت دور الام بصدق في تاريخ السينما والدراما المصريه، ومن اهم ادوارها طبعا دورها عن الحفيد مع الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي عام 74، وشاركت البطوله في مسرحيه العيال كبرت، وكمان قدمت العديد من الافلام بشخصيه الام بكل تنوعها، منها رجل فقد عقله، الليله الموعوده، الفرح، ساعه ونص، كما ادت كذلك شخصيه الام في الدراما التلفزيونيه منها البخيل وانا، ومسلسل طبعا طبعا اللي كنا فاكرينه يتربى في عزه كان فظيع. ودورها طبعا المتميز ماما نونا مع القدير يحيى الفخراني، حقيقه من المسلسلات الهامه جدا اللي دخلت قلوب وعقول يعني كل المتابعين وكل المشاهدين في البيوت المصريه والبيوت العربيه المختلفه. خلونا دلوقتي نتوقف مع مشهد من مشاهد الرائعه المتميزه ماما كريمه مختار كما يحلو البعض أن يسميها في مسلسل تربى في عزه ودورها ماما نونا. يا سيد ايه انت لسه ما خلصتش اللي في ايدك؟ امال هنكمل بقية الحاجة دي امتى؟ حالا حالا يا ست نونا، انا كنت بربط الزينه اهو. سيب كل حاجه وروح محل الحلواني، زمانهم خلصوا حاجات عيد الميلاد بسرعه. كل سنه وانت طيبه يا ست نونا، كل سنه وحماده بيه طيب وبخير، ربنا يخليهولك ويخليكي لينا يا ست الكل. ده المعادي كلها بتتحاكى بعيد ميلاد حماده بيه. الا هو تم كام سنه دلوقتي؟ تديله كام سنه يا سيد؟ انا اديله 50، 51، 52 سنة بالكتير. يوجاتك ايه يا سيد؟ انت بتصغره ولا بتصغرني؟ حمادة بيه كمل النهاردة 60 سنة، مواليد 1/1 سنة 47. 60 سنة؟ لا يمكن، ده انا على كده اكبر منه بخمس سنين بس. خمسة وخميسة في عينيك. يلا بقى قوام على الحلواني، قوام اعمل لك همة، ورانا 60 حاجة. حمامة يا ست نونة. حمادة، 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 يا حمادة،
قومي يا دعم، قومي يا كمينة. حمادة، حمادة، حد يفضل نايم كده يوم عيد ميلاده برضو؟ ها؟ طبعاً أدي آخرة السهر لوش الصبح. سيبيني شوية بس. هسيبك لحد إمتى بس يا حمادة؟ إحنا بقينا الظهر. كل سنة وأنت طيب يا حبيبي. وأنت طيبة يا نونة. يلا قوم يا قطة، قوم يا بيضة، يلا اصحى بقى، يلا يلا فوق بقى عشان الحق اعمل لك الفطار والحمام. خلاص يا بنت اصحى اصحى خلاص يلا يا حماده يلا بقى. من شر نفاساتي في العقد، من شر حاسد اذا حسد. رجعت نمت تاني يا حماده؟ قوم بقى قوم 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 بقى قوم. خلاص والله قمت قمت. ايه ده؟ يلا معلقه العسل دي شفا تحوش عنك البرد وكل حاجه. يلا حالا 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 هنوا ابو الفاصل هيكون في لعب الليله اسعد الاعياد. يلا حلو ابو الفاصل. قولي لي بقى عزمت مين في عيد ميلاد النهارده؟ هعزم لك الحبايب كلهم. هو تعزم الواد حسام ليه؟ ده ابنك لازم يجي يقول لك كل سنه وانت طيب ويبوس. بالفعل كريمة مختار حقيقة نجحت وباقتدار وبامتياز في تجسيد دور الأم بشكل عام والأم المصرية بشكل خاص، اللي مهما ولادها بيكبروا في السن أو بيتقدم بيهم العمر ولكن بتفضل برضو الحنية والمداعبة والتعامل كأنهم أطفال. زي ما احنا شفنا المشهد يعني يحيى الفخراني هي مثال الأم المصرية يعني رجل ناضج، ولكن رغم كده أن هي بتدلعه وبتقوله كلام لطيف وبتصحيه بكلمة حلوة، فهي الأم وتعاملها واحد مهما ولادها كبروا او يعني تقدم بيهم السن او العمر. طيب ده كان مستعرض سريع لكافه الاحداث وكمان استعراض سريع طبعا حدث ميلاد ماما نونا او الفنانه كريمه مختار. بعد الفاصل نذهب لموجز الاخبار مع الزميله نجلاء الجعفري ثم نعود من جديد لحواراتنا غدا الصباح. ابقوا معنا.